انت شحال درك واصلتها؟ شحال باقي لبو عزام؟ شحال واصلت؟ 47 دابا اللي واصله. تبارك الله دابا راه واصله 47000 الخوش، راه من السوق ديال الخميس ديال سيدي حجاج ديال ولاد مراح بتاريخ 22 شهر 9/2022. تبارك الله. اه 2350 درهم دابا اللي واصله الخوش. تبارك 2500 درهم اللي قال لهم الثمن ديال البيع، قال لهم مولاي الخوت 2500 درهم الثمن ديال البيع الخوش، دابا راه معطيه 47. تبارك الله راس العامليه حال خوش. وتفرجوا في الفيديو حتى الاخر وما تنساوش لي لايك ديالكم. شوفوا الاثمنه اليوم كي دايره الثمن اليوم ديال من السوق ديال العلوه مزابا الخوش ولاد مراح. تبارك هاتوما السليعه الخوش راه. السلام عليكم الخوش، مباشرة من السوق ديال الخميس ديال سيدي حجاج ديال الواد مراح، إقليم 16 الخوش بتاريخ 22 شهر 9/2022. ما تنساوش ديروا لي جيم وبارطاجيو هاد الفيديو، وتحياتي ليكم الخوش. شكي داير اخويا؟ كلشي مزيان؟ شحال الثمن هنا اخويا؟ شحال؟ 44000. 47 دير ودنيك 47000. تبارك الله. ما شحال فيها من راس اخويا؟ 47000 الخوش. تبارك الله راه 47. ما شحال فيها من راس الحاج؟ شحال فيها من راس ديالنا؟ 14 الخوش راه معطيه 47000 الخوش. تبارك الله راه كامله مليحه. الله يسخر الامور، الله يسخر الامور. سلعه كامله زينه تبارك الله. مرقده تشاهد لها ياك؟ اه تشاهد لها. تبارك الله الثمن ديالها 47000. واس محمد خيرات تبارك الله، كي داير كلشي مزيان؟ الله يحفظك اخويا، كاين اللي مليح تبارك الله. هذه باينه السلعه ديال فقيه بن صالح، هذه هي ديال فقيه بن صالح الله يرحم الوالدين، باينه من وجهها. الثمن اخويا اسم محمد شحال؟ 45000. 2250 درهم الخوش السلعه ديال فقيه بن صالح تبارك الله. ما شحال فيها من راس اخويا؟ فيها 16. فيها 16. كي داير السوق العميم اليوم؟ كاين ها شويه. تبارك الله هاي التمال راه صابح شويه، كاين التمال اليوم بركه شويه. تبارك الله سليعه كامله زينه تبارك الله، راه مباشره من العلوه ولاد مراح مزاب. تبارك الله ما تنساو الجيم وبارطاج اخيرات. تبارك الله تبارك الله سلعه كامله نقيه وشي حاجه مليحه تبارك الله. كاين اللي مليح تبارك الله. تبارك الله كاليتي تبارك الله، الله يصلح. تبارك الله راه السلعة تبارك الله راه السلعة. بس الله يسهل عليكم اخويا، الله يسهل عليكم، راه كاين اللي مليح تبارك الله. وابراهيم كي داير اخويا؟ كلشي مزيان تبارك الله، نظره وتوب وزين المليح تبارك الله. ربعة الحبات مزردين تبارك الله. الثمن اخويا ابراهيم شحال؟ 46. 2300 درهم تبارك الله. وعطاوكش في الفرادي ولا لا؟ 50000 في الفرادي تبارك الله. 2500 درهم وجمله الخوش هذه الربعه راه 46. 2300 درهم تبارك الله. اسنا الحليب اخويا ابراهيم هذا الخير تبارك الله، اسنا الحليب
كمامه وجه تبارك الله. كيدير السوق اليوم اخويا ابراهيم؟ كاين تمام اليوم داخله السلعه ولا موجود الخير؟ تمام اخويا. قول لنا النميره اخويا ابراهيم. 06 65 42 28 12. اللي بغى هذه الربعه راه مزردين تبارك الله، راه مليح تبارك الله. بس الله يسخر لك اخويا ابراهيم، الله يسخر لك اخويا. اللي بغى شي حاجه راه يتواصل معاك. سي عبد الحق كي داير اخويا؟ كلشي مزيان؟ خيرات تبارك الله تبارك الله. خمسة الحبات الخوت راه مزردين تبارك الله. زكا عليهم اخويا عبد الحق، راه مزردين تبارك الله، راه مليح. عطينا الثمن ديالهم اخويا عبد الحق، شحال هادو؟ 31000. هادو 31000 تبارك الله، ثمن مناسب بالنسبة لهاد الخمسة تبارك الله، راه ثمن مناسب. 31000 تبارك الله. الثمن ديال البيع ولا المعطى اخويا عبد الحق؟ المشرة ديالهم 31. واللي بغى شي حاجة غادي يتصل بقول لنا معطية 300 درهم رباح. هما كاينين خمسة ياك؟ كاينين خمسة الخوش، راه معطية 300 درهم رباح فوق 31000 الخوش. قول لنا النميرة اخويا عبد الحق. واللي بغى 06 37 83 94 91. راه خمسة الخوش، راه المشرة ديالهم 31. واللي بغاهم الخوش مرحبا والف مرحبا. كي داير السوق اليوم اخويا عبد الحق؟ كاين السلعة اخويا، كاين السلعة اليوم. سارق لي ما كاين برانا حتى الحريفية بيناتهم. الحريفية بيناتهم اليوم. هادو راه المشرى ديالهم 31 خويا عبد الحق. اللي بغى شي حاجة راه يتواصل معاك. سي الله يسخر الله امور اخويا تبارك. شو ما شحال عاطينا اخويا في هاد الغزلين تبارك الله. شحال عطاوك؟ شكي دهين؟ كلشي مزيان؟ 52. تبارك الله. انت قلت لهم 56000، بقات بيناتكم 200 درهم، 2600 درهم. في الفرادي شحال عطاوك؟ 64، 3200 درهم الخوش في الفرادي. راه معطية 52600 درهم تبارك الله. خيرات تبارك الله. راه السلعة تبارك الله. راه معطية 2600 درهم اللي واصلين دابا، قال لهم هو 56. أحوالها تبارك الله. الله يسخر لك اخويا اسمع، الله ييسر لك الامور.